حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية، حيث لا تزال الحوارات السياسية تتصدر المشهد والأزمات تزيد من شرخ البيت السياسي يوما بعد آخر. هذه الحوارات جاءت بهدف رأب الصدع الذي أثر في العملية السياسية نتيجة للخلافات المتراكمة بين الفرقاء، إذ اعتزموا طي صفحات الخلاف بعقد اجتماعات متواترة ربما تسهم بتخفيف حدة الانتكاسات التي شهدتها العملية السياسية ومعرفة وجهات النظر للأطراف كافة على طاولة مستديرة للحوار. لكن مع الأسف هذه الحوارات والدعوات لم تلقى ترحيبا من قبل الطرف الأبرز والأهم في أقطاب العملية السياسية، ألا وهو التيار الصدري. وفي هذه الحالة يرى المراقبون أن رفض الدعوات والتوجه إلى سياسة التفرد بالقرار قد تؤخر من عملية ترميم البيت السياسي والشيعي على وجه الخصوص، كون أن الخلافات اليوم هي داخل البيت الشيعي والمكونان السني والكردي على موقف حياد من هذه الأزمة تقريبا. إذا مشاهدينا نبدأ هذه التغطية بمتابعة هذا التقرير. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو الكاتب والإعلامي الأستاذ محمد الساعدي. أهلا بك سيد محمد. حياكم الله. وأيضا الترحيب بالباحث بشأن السياسي السيد غازي اللامي، ينضم لنا بالصوت والصورة مباشرة من ساحة الاعتصام أمام المنطقة الخضراء. أهلا بكم سيد غازي، وأبدأ معك أستاذ محمد. يقال أن لا طريق لحل هذه الأزمة غير الحوار ولا مفر من الحوار. طيب لماذا التيار الصدري مصر حتى الآن على مقاطعة أي حوار أو أي حل يعتمد على الحوار والتوافق وترك مقعده شاغرا على الطاولة المستديرة؟ يعني هو بدأ، تحية طيبة لك وللأستاذ غازي اللامي ولجمهور قناة الأيام. حياك. هذا السؤال هو كان من الأحرى أنه يوجه للأخوة في التيار الصدري، ولكن أعتقد بأن التيار الصدري لديه مطالب، لديه أمور هو يريدها، لديه تطمينات يبحث عنها في العملية السياسية بعد الانسحاب، بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية وفرض عقد التحالف الثلاثي الذي كان يسعى لأن يشكل حكومة أغلبية من ثلاثة أطياف، وهي حالة غريبة جدا أنه الأغلبية تكون من طيف واحد، لكن عندما تكون من ثلاثة أطياف فهي وجه آخر للمحاصصة والتوافقية. وبالتالي الأخوة في التيار الصدري الآن يبحثون عن الأمر الذي فقدوه في التحالف الثلاثي، يحاولون أن يجدوه من خلال الشارع. قضية أنهم يرفضون الحوار، لا أعتقد بأن التيار الصدري بهذه الطريقة يرفض الحوار، هو يريد الحوار لكنه يريد بطريقة ثانية، لا يريد الحوار مع كل الإطار، لا يريد الحوار مع كل القوى السياسية، يريد قوة محددة يتحاور معها من أجل أن يقدم ما يريده، وإلا كيف يمكن له أن يرفض الحوار مع الجميع ويذهب إلى أين؟ يعني هو هنا السؤال الذي يجب أن يوجه، إلى أين يريد التيار الصدري إذا رفض الحوار، إلى أين يريد أن يذهب بالعملية السياسية وبالعراق؟ فبالتالي هم لديهم رؤية، وكل الرؤى السياسية الموجودة لدى كل الطيف السياسي محترمة وقابلة للنقاش، وبالتالي فهم يبحثون عن مجموعة من القوى السياسية يريدون الحوار معها، أما باقي القوى السياسية فهم على خلاف معها، وقد وصل حد الخلاف إلى كسر العظم، إلى عمليات أخرى، إلى قضايا التجاوزات، إلى قضايا التغريدات، حرب التغريدات، وهذا كله يصب في صالح الأزمة، يضفي بزيادة الفجوة والهوة بين القوى السياسية. هم الآن بحاجة إلى جلوس على طاولة واحدة، هم الآن بحاجة إلى تقديم كل قوة سياسية من القوى الموجودة أو الحاكمة في الدولة العراقية والمسيطرة، سواء كانت داخل البرلمان أو خارج البرلمان، الآن بحاجة إلى أن تجلس على هذه الطاولة، إلى أن تقدم رؤى سياسية من الممكن لها رؤى سياسية. وأيضا يعني هناك يعني الوضع السياسي الحالي ينذر بمخاطر اقتصادية وأمنية وغيرها، مو أكو حاجة إلى تقديم تنازلات من كل الأطراف؟ يعني هو المفروض من كل القوى السياسية اليوم تقدم تنازلات، وكل قوة سياسية لديها مطالب وسقف مطالب مرتفع، فبالتالي هي تأتي إلى المفاوضات وتأتي إلى الحوار بسقف مطالب مرتفع، ومن ثم تبدأ بالتنازل شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى اتفاق مع أغلب القوى السياسية. جت لطاولة الحوار اللي دعا لها السيد رئيس الوزراء، لكن التيار الصدري حتى ما أجى لطاولة الحوار وطرح مطالبة حتى وإن كانت بسقف مرتفع. يعني باعتبار التيار الصدري الآن هو خارج العملية السياسية، حتى وإن وجهت إليه الدعوة لربما رفضها لأنه هو ليس جزءا مشاركا في المنظومة السياسية الحالية، قد تكون من هذا الباب أو قد تكون من أبواب أخرى، لا يريد الجلوس مع طاولة حوار كما أشرت لك فيها كل القوى السياسية. هو يحدد قوة
دون غيرها، يريد أن يتحدث ويتحاور ويتفق مع قوى. تقصد من باب إقصاء قوى معينة؟ نعم، هكذا هو الأمر الآن في الدولة العراقية، هكذا تسير القضية، أنه يجب أن تعزل قوى سياسية وتبقى قوى سياسية، لا يريد الجميع أن يكون شركاء في العملية السياسية. ممكن أن تكون العملية السياسية القادمة بحسب رؤية التيار الصدري أو مشروعه خالية من بعض القوى السياسية الموجودة حاليا؟ بحسب رؤية التيار الصدري، لكن هذه القوى السياسية غير ممكن، هذه القوى السياسية تمتلك قواعد جماهيرية، تمتلك قواعد شعبية، تمتلك شخصيات سياسية، تمتلك تاريخ سياسي، لها مشاركة سواء كانت في الحكومة أو في البرلمان، وبالتالي لا يمكن إقصاء أي قوة سياسية من المشاركة. نحن نعيش حالة ديمقراطية وعملية ديمقراطية، وصناديق الاقتراع هي الحد الفيصل بين كل القوى السياسية. كل قوة سياسية لديها رؤية محترمة ولديها مشاركة ولديها جمهور، وبالتالي تدخل العملية السياسية من أجل أن تفوز في الانتخابات وتدخل إلى البرلمان وتحقق المصالح الحكومية التي تخدم جماهيرها. فلا يمكن إقصاء أي فئة أو أي طائفة أو أي مجموعة أو أي طيف من أطياف الشعب العراقي رغبة من قبل طيف آخر أو إكراما لطيف آخر، لأن جميع أطياف العراق من حقها أن تشترك في العملية السياسية. مطالب اليوم، يمكن على ذكرك للانتخابات، أكو مطالب من كل القوى السياسية بإعادة الانتخابات، لكن أكو خلاف بآليات حل هذه الأزمة، حل البرلمان، إعادة انتخابات جديدة. لكن أرجع لها بعد أن ذكرت كل قوى لديها جمهور، وجمهور هذه القوى جمهور قوى الإطار الشيعي موجودة حاليا بساحات الاعتصام. وأيضا رحب بك مرة ثانية الباحث بشأن السياسة سيد غازي اللامي مباشرة من ساحة الاعتصام. أهلا بك سيد غازي. وبداية، هناك مطالب لكل طرف معتصم في داخل الخضراء أو في المنطقة وساحة الاعتصام اللي حضرتك تتواجد بها حاليا، أكو مطالب، مطالب هذه توجه إلى القيادات السياسية والجهات السياسية المكونة للتيار أو الإطار التنسيقي للتيار الصدري للحكومة إلى البرلمان ومن يستطيع حاليا يحقق مطالب المعتصمين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدي وتحية إلى الضيف الكريم وتحية إلى كل المشاهدين الأكارم. الحقيقة يعني لابد من أن نعرج على يعني تعقيدات المشهد السياسي وإفرازات هذا المشهد السياسي، لم يأتي من فراغ وإنما جاء من خلال الانتخابات المؤخرة الأخيرة وما رافقها من تزوير ومن تلاعب بالأصوات ومن يعني فساد في كل مفاصل العملية الانتخابية. وكنا نحذر أنها ستكون معطيات هذه العملية السياسية معقدة وغير صحيحة وغير يعني صحية، وبالتالي هذه هي ما وصلنا إليه اليوم لهذا المشهد، الانسداد والعناد السياسي لدى هذه القوة. وكان حتى الإطار التنسيقي عندما دخلت المحكمة الاتحادية على الخط واعترض على هذه الانتخابات قد قبل بقرار المحكمة الاتحادية، ولو كان هناك غصة في هذا القبول، ولكنه كان لغرض يحمي ويحافظ على العملية السياسية والمشهد السياسي من الانزلاق والذهاب إلى ما يعني أماكن خطرة. هذه واحدة تحسب إلى الإطار التنسيقي في احتوائه للمشهد السياسي والحفاظ على العملية السياسية. واليوم يعني بعد هذه المخاض، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من قبة البرلمان، قد ترك الساحة للقوى السياسية الأخرى أن تأخذ دورها في عملية قيادة المشهد السياسي، وإلا لا يبقى المشهد السياسي ناقصا ومتعكزا وينتظر الفرج، وبالتالي لا يعمل ولا يحرك الأمور السياسية. لأننا اليوم في أوضاع داخلية وخارجية متحركة ومعقدة تحتاج إلى حكومة ويحتاج إلى رؤية سياسية وإلى عملية انقاذ المشهد السياسي. للأسف الشديد الأخوة بالتيار الصدري يعني كأنه عملية خروجهم قد أغلق الباب على كل القوى السياسية أن لا يتفاعلوا مع المشهد السياسي، وأراد أن يبقوا في نفس الدائرة وفي نفس المربع وأن لا يتحركوا، وبالتالي لا يبحثوا عن مخارج لإنقاذ المشهد السياسي. وبالتالي بدأ يستخدم ورقة الشارع لغرض الضغط على القوى السياسية والحصول على مكتسبات من خلال ضغط الشارع، وهذا يعني يولد نوع من الاحتكاك والاحتقان، وبالتالي يعمل على تصعيد المشهد السياسي واستخدام القوى البشرية والجماهير للتحريك. وهذه يعني ورقة خطرة جدا قد تعود على من يحركها بالضرر
وهذه يجب أن تحسب بشكل دقيق وواضح. للأسف الشديد كانت هناك الكثير من الطروحات والكثير من الرؤية والكثير من المبادرات من قبل الإطار التنسيقي لغرض الانفتاح والبحث عن مخارج، ولكن كانت عملية عدم الانصياع وعدم أخذ هذه المبادرات على محمل الجد، ووصلنا إلى ما هو حال اليوم. كل من حضر جمهوره، وبالتالي أصبحت عملية صراع بالساحة وصراع في الشوارع. أنا في تقدير هذا لا يخدم المشهد السياسي. نحتاج اليوم إلى التعقل وإلى عدم تصعيد الموقف بشكل كبير ومؤثر، لأن الخاسر الوحيد هو سيكون المواطن العراقي الذي كان يمني نفسه بأن تكون هناك حكومة إنقاذ، حكومة صادقة تعمل على ترميم السنين الإجافة التي مر بها الشعب العراقي. ولكننا لاحظنا حتى هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، حكومة مجاملة على حساب المصلحة الوطنية، وبرنامجها كان برنامجا غير فعال وغير مدروس، وقد تخاذل حتى عن تحقيق هذا البرنامج الذي جاء به على انقاض تظاهرات تشرين، وبالتالي هذه وحدة من إفرازات هذا المشهد السياسي. اليوم يعني الإطار التنسيقي يعني يسأل، يعني وهذا سؤال الشارع، أنا أسأل يعني حتى أنا كمحلل سياسي وباحث أسأل، اعتراض التيار الصدري على أي يعني على أي صيغة؟ هناك أربعة يعني مفاتيح، هل هو اعتراضه على السوداني، أم اعتراضه على الحاضنة التي جاء من السوداني، أم اعتراضه على الإطار التنسيقي، أم اعتراضه على العملية السياسية، حتى نفهم الرؤية التي يريد أن يتحدث بها حتى نستطيع أن نصل إلى مخارج وإلى حلول. أما عملية الغاء المشهد السياسي والغاء العمليه السياسيه والغاء الدستوريه الشرعيه الدوله، هذه انا في تقديري لا تخدم في تصحيح المشهد السياسي. نحتاج الى العقلنه وللهدوء والى السماح للعقلاء من الموجودين على الساحه السياسيه ان يؤثروا ويتاثروا بالمعطيات، وبالتالي ان ينقلوا وجهات النظر، وان نجلس على طاوله واحده ونبحث عن مخرجات. اما عمليه الغاء البرلمان وحله وهو في لا زال لم يقم بدوره، انا في تقديري هذا الشرط التعجيزي لا يستطيع يمكن ان ينفذ على واقع الحال. نعم. طيب سيد غازي، يعني رغم التصعيد والتصلب بالمواقف الا ان هناك تقارب ربما ببعض المطالب ما بين طرفي الخلاف، طرف يطالب بحل البرلمان فورا وطرف اخر يرى أنه لا مشكلة بحل البرلمان لكن بعد أن يمر بآليات دستورية وقانونية ويتم تغيير قانون الانتخابات، تغيير مفوضية، ومن ثم الذهاب إلى حل البرلمان وإعادتها. يمكن التوافق باعتبار أكو تقارب بهذه المطالب، يمكن التوافق بين الطرفين المختلفين على آلية معينة؟ شوف يا سيد فاضل، يعني لنكن دقيقين اليوم، نعم هناك طروحات هي نفس الطروحات ولكن لها تسلسلات. يعني التيار الصدري يريد اولا حل البرلمان وتشكيل حكومه، الاطار التنسيقي يريد تشكيل حكومه وبعدين نبحث عن يعني عن مخرجات لحل البرلمان. اذا في تسلسل واحد واثنين الاختلاف، هذا يحظى بالتسلسل واحد وذاك يحظى بالتسلسل رقم اثنين. اذا التقارب موجود، يعني اليوم نستطيع ان نقرب هذه الصوره من خلال الاطراف المؤثره على كل الشخصيات وعلى على يعني على المجمل العمليه السياسيه. اليوم لا نستثني يعني طرف ونترك البيت الشيعي هو من يعالج وضعه، لانه تعرف اكو متناقضات اكو تقاطعات. نحتاج الى تدخل من 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 رجال الدين، من شيوخ العشائر، من اصحاب الحظوه في المجتمع العراقي، من اساتذه الجامعات، من كل هذه الاطراف يجب ان تدخل على الخط وبالتالي تبحث عن هذه المخرجات بشكل دقيق، وبالتالي تحقيق يعني نقطة تقارب وقواسم مشتركة ما بين الطرفين. أما أن نبقى على هذه الإشكال، يعني في تقديري سوف لا نصل إلى حل، بالتالي سنصل إلى مشهد التعقيد. اليوم من يريد أن يكون يعني مضحيا لأبناء الشعب العراقي أن يتنازل تنازل الفرسان الشجعان ولمصلحة الوطن ومصلحة الشعب ولمصلحة الجمهور. أما البحث عن المصالح الحزبية والمصالح الضيقة، أنا في تقديري هذه لا تخدم المشهد السياسي. اليوم ما عاد نحتاج هكذا يعني طروحات، نحتاج إلى طروحات تنقذ المواطن وبالتالي لا تعقد المشهد السياسي أكثر من اللازم. أستاذ محمد، التصلب بالمواقف من قبل التيار الصدري وسيد مقتدى الصدر، مقاطعة الحوار، هل تهدف ربما إلى التمديد أو إلى الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال بقيادة مصطفى الكاظمي؟ وهل يمكن أن تستمر هذه الحكومة أو أن تمنح صلاحيات حتى تستمر بعملها؟ بدءا طبعا أعلق على ما أو أضيف إلى ما جاء به الأستاذ غازي، يعني أستاذنا الصديق الحبيب، صراع في الشارع
بعد أن كان الصراع داخل البرلمان عندما تتصارع القوى السياسية فيما بينها لا يتضرر الشعب ولا يتضرر داخل المواطن. البرلمان داخل البرلمان لكن معطل البرلمان أن ينزل الشعب أن ينزل الصراع أن ينزل الصراع إلى الشارع العراقي هذه مشكلة كبيرة جدا. هذا تهديد للسلم المجتمعي للأمن المجتمعي لهذه العوائل للبيوتات لكل العوائل والعشائر العراقية وبالتحديد في وسط وجنوب. بس التظاهر والاعتصام حق مكفول وإن كان التظاهر والاعتصام مكفول وكفله الدستور ونحن معه لا عندما تكون التظاهرات خدمية مطلبية أما أن يجيش الطرفان الجمهور إلى الشارع فهذه مشكلة كبيرة جدا يجب أن يلتفت إليها العقلاء يجب أن ينتبهوا إلى أن هناك من يتربص هناك من يتصيد بالماء العكر هناك من يحاول أن يستغل هذه الفجوة بين الطرفين ويحاول أن يشعل إلى فتيل حرب أهلية. الكثير لا تعتقد بأن هناك قوة سياسية في العراق تعمل من أجل قوة سياسية أخرى هناك مصالح هناك أجندات خارجية تحاول أن تطبق داخل الساحة العراقية هناك مشاريع دولية تريد أن تفرض نفسها على الشارع العراقي. لكن منو أكثر طرف مستفيد من لا هذا التعطيل التشريعي؟ رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته مصطفى الكاظمي. كيف؟ يعني أولا حاز على أموال قانون الدعم الطارئ وهذه لوحدها كارثة. صرح مستشاره لشؤون الإعمار وهذه التصريحات يعني أنا راح أنطيك إياها في التصريحات لطيفة جدا من مستشار رئيس الوزراء؟ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف مشتت الاسم واضح جدا من هذا الرجل صباح مشتت يعني أخو رئيس الوزراء ما أعرف أسأله هو سأل رئيس الوزراء يعني احنا يقول 350 ألف قطعة أرض راح نوزع 530 ألف قطعة أرض راح نوزع 120 ألف وحدة سكنية سنويا راح نبني. تتحدث عن مشروع داري اللي ذكر أنه سوف يحل أزمة السكن. مشروع داري دار جيراني أنا هذه مو مشكلة عندي لكن أريد أشوف شيء على أرض الواقع. لم ألمس شيء خلال سنتين من عمر حكومة هذا الرجل. 120 ألف وحدة سكنية سنويا أنا أريد أشوف وحدة سكنية بناها وحدة سكنية واحدة بناها هذا الرئيس. عند تحدث عن أن هناك طريق حلقي سيقضي على كل الازدحامات ما شفنا غير بس إعادة أرصفة وشير الرصيف ورجع الرصيف هذا اللي شفناه. مشاريع أربعة خارج الاتفاقية الصينية سنعمل على تنفيذها وينها؟ يعني هل من المعقول؟ هل هي عملية ضحك على الذخون؟ هل هي عملية استغفال للشعب كامل؟ الرجل جاء على أنقاض أحداث تشرين ووصل إلى دفة الحكم وأصبح رئيسا للوزراء ورئيسا للسلطة التنفيذية وبيده موازنات انفجارية ولديه أموال ضخمة جدا ولدينا فائض من صادرات النفط لكن كل ما خرج به هو لا شيء. كانت عبارة عن تصريحات فيسبوكية عبارة عن تغريدات تويترية لم نشهد لا له ولا للفريق العامل معه أي إنجاز يذكر للشارع العراقي. جميع حملة الشهادات العليا ما زالوا للآن يقمعون ويضربون ويهانون يوميا. جميع المهندسين ما زالوا للآن لم تحصل لهم أي درجة لم تعطى لهم أي درجة وظيفية. يعني تتفق مع ما ذكر السيد راجي اللامي بأن أنه ذكر أنه هناك تخاذل من قبل ليس تخاذل ليس تخاذل ما مطلوب منه ليس تخاذل وما كان مطلوب منه من تظاهرات تشرين. تخاذل ليس بمعنى التخاذل وإنما قد يكون أكبر من هذا الأمر. هذا الرجل للآن لم يقدم أي شيء للدولة العراقية. طيب شنها الإصرار على التمديد إلى واستمرار حكومته؟ لا يمكن أن يمدد للكاظمي ببسيط العبارة لا يمكن أن يمدد للكاظمي ومشكلة واحدة فقط قد تعصف بالكاظمي وبكل حكومته استقالة وزير المالية وما قدمه من بنود ومن فقرات داخل هذه الاستقالة من 10 صفحات. هذه الاستقالة بيّنت مدى الضحالة التي كانت تدار بها الدولة العراقية بيّنت مدى الاستخفاف بعقول العراقيين بيّنت كيف يتم سرقة أموال هذه الدولة. هل من المعقول أن الدولة العراقية تبيع خلال يوم واحد 294 مليون دولار من في مزاد العملة؟ وين تروح هذه الأموال؟ شهريا بحدود 7 إلى 8 مليار دولار 7.5 إلى 8 مليار دولار وين تروح هذه الأموال؟ هل من الممكن أن يسأل رئيس الوزراء هذه الأموال التي بيعت أين تذهب؟ ألا يعد هذا عملية تهريب للعملة الصعبة خارج البلد؟ من المسؤول عن مزاد العملة؟ من المسؤول عن المصارف الأهلية؟ لماذا لا يتم فتح هذه الملفات؟ هيئة النزاهة تتحدث عن أنها استعادت واستعادت واستعادت والحكومة تصرف وتصرف وتصرف وبالتالي هذا الرجل لا يمكن أن يجدد له ولا شهر واحد.
ولا يمدد له ولا يمكن أن يعطى صلاحيات أكثر مما هو موجود لديه الآن. طيب خليني أرجع لك إلى التصريحات اللي ذكرت. صباح عبد اللطيف. صباح عبد اللطيف مشتت اللي هو أعتقد أخوه رئيس مجلس الوزراء الحالي بتصريف الأعمال منتهي الصلاحية. هذه بالمناسبة هذه التصريحات هذه الأرقام اللي ذكرها أنها متلفزة بأنها هو المشاريع ذكر أنها أنجزت لو راح تنجز. سنعمل خلال السنتين اللي مضت سنعمل. هذني أنا هذني خلال السنتين اللي مضت ما شفت من عندهم فقرة واحدة. طيب هاي التصريحات من أخو مستشار رئيس الوزراء خلينا نقول من أخو لكن كان هناك أيضا تصريحات ومؤتمرات صحفية لرئيس مجلس الوزراء ذكر بها العمل على بناء الوحدات السكنية وطريق الحلقي. وينها ممكن ذكر العمل يعني أو النية للعمل. يعني أنا هسه أريد أشوف مو تصريح مستشار تصريحه هو شخصيا. أستاذ بشار أنا إعلامي. نعم يعني احنا اعلاميين احنا اللي نشوفه وننقل الحقيقه للمواطن. ردت اشوف مشروع واحد لهذا الرجل حتى اقول اي والله اشتغل يا اخي. وين المشروع؟ يمكن محاسبته او مساءلته على بدون ادنى شك سيحاسب هو ومن معه هو وفريقه. من هو يحاسبه؟ القضاء العراقي. قضاء له البرلمان بدايه. القضاء العراقي هذا البرلمان يحق له ان يستجوبه هو يستجوب وزراءه. هو الدليل على ان هذه الحكومة كانت تعبث وتلعب بأموال الشعب العراقي وتعمل على تزييف الحقيقة، تعمل على إخفاء الحقيقة، تعمل على خداع الشعب العراقي. الدليل أن هذا الرجل عندما طالب البرلمان السابق استجواب وزير المالية ذهب بنفسه وطالب البرلمان بعدم الاستجواب. طيب البرلمان الحالي برلمان معطل ما راح يقدر يستجوب. البرلمان الحالي معطل أي أحد ولا تشريع ولا رقابة. طيب دعني أعود إلى ساحة الاعتصام. أهلا بك مرة أخرى سيد غازي. هناك مطالب من قبل المعتصمين بالقرب منك بتشكيل حكومة ويجب أن تكون حكومة خدمية ومطالب أخرى تعتمد لحل هذه الأزمة، لكن في حال لم تشكل هذه الحكومة هل سيكون موقف هناك للمعتصمين؟ تتوقع بحالة تمديد أو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حكومة الكاظمي أو ربما منح صلاحيات أخرى لمزاولة عملها؟ شوف يا سيد الفاضل يعني تعقيبا على حديث السيد محمد. نعم. اليوم يعني المعطيات تؤشر انه عمليه تعطيل البرلمان هي مقصوده حتى يعطي الضوء الاخضر لحكومه الكاظمي ان تاخذ حريتها الكافيه في غرض استمرار في الفساد وبناء مشاريع ومصانع ومنشات ولا يوجد رقيب من مجلس النواب عليه، وبالتالي يعطيها يعني نوع من الحريه في ان تكون بدون رقيب وبدون متابعه، وهذه أيضا يعطيها الضوء الأخضر بأن تكون حكومة قادمة لمدة سنة سنة ونص حسب ما يريده الطرف الآخر حتى تضمن له الفوز في الانتخابات إذا ما حصلت الانتخابات، وبالتالي أن يكون الكاظمي هو الجريندايزر لهذه العملية وهو الذي سيكون هو المنقذ لهذه الأحزاب. أتمنى اليوم أن نأخذ الأمور بشكل هادي وبشكل عقلاني وأن نحسب الخطوات بشكل دقيق وأن لا نعطي خسائر في المجلس السياسي، لأن تعرف اليوم كثير من الدول تنظر إلى العراق وتنظر إلى ما يدور في العراق، وبالتالي هناك كثير من الدول تريد أن تتدخل في الشأن السياسي وستكون هناك فرصة ذهبية لهذه الدول أن تكون حاضرة في هذا المشهد. اليوم المعتصمون يطالبون بالحفاظ على شرعية الدولة ومؤسسات الدولة ودستورية الدولة، وإذا كان هناك اختلاف وخلاف ما بين الطرف الآخر فهو أفضل حل هو الجلوس مع بعض والبحث عن مخرجات لهذا الحل. يعني أبسط لك العملية بشكل دقيق وباللهجة العراقية، إذا حدث المشكلة بين عشيرتين بين طرفين متخاصمين يعني ما أعتقد اليوم هذه العشيرة تفرض إملاءات وشروط وما لا تعطي فرصة للأخيار الذين يأتون لحل حالة هذه الإشكالية. اليوم الطرف المقابل هو من يضع الشروط وهو من يريد أن يحصل على مكاسب ومنافع وهو الذي يريد أن هو صاحب الحضور وهو خارج المشهد السياسي. هذه تعقيد للمشهد السياسي. اليوم يجب أن نعطي فرصة للخيرين والعقلاء الذين لديهم خبرة سياسية في البحث عن مخارج والبحث عن توافقات
وبالتالي لا نصل إلى عملية كسر العظم وكسر الإيرادات ما بين هذا الطرف وذاك، لأننا في بيت واحد وفي مركب واحد ومن دين واحد ومذهب واحد، فما أحرانا اليوم أن نكون أكثر قوة ورصانة أن نبتعد عن هكذا إرهاصات وهكذا تقاطعات. وحتى لدينا عتب على البيوتات الأخرى التي أوجدوها في المشهد السياسي، البيت الكردي والبيت السني، هذه البيوت التي لا زالت تنتظر الفرج من البيت الشيعي وتريد أن تكون حاضرة مع البيت الشيعي، وكأن لا يعني هذا التقاطع، ولا يعرفون أنه في يوم إذا ما يعني غرق المركب سيغرق كل من في المركب. اليوم يجب أن يكون النظرة نظرة يعني شمولية ونظرة عامة، لأن هذه الأحداث هي تمس كل أبناء الشعب العراقي وليس تمس البيت الشيعي فقط. طيب نعم. سيد غازي، يعني الحديث عن الاجتماع ما بين نعم. السيد الصدر والحاج هادي العامري، برأيك ماذا سيناقش هذا الاجتماع؟ ما هي المخرجات التي من الممكن أن يسفر عنها هذا الاجتماع لحل هذه الأزمة؟ شوف اليوم يعني طالما هناك تناغم وهناك مقبولية زعامات من الإطار التنسيقي ومن صقور الإطار التنسيقي ومتمثلة بشخصية الحاج هادي العامري، يجب أن يعطى الضوء الأخضر وفرصة كبيرة. وأتمنى على الطرف الآخر أن يسمع ما ينقله هذا الطرف وهذا الشخص حتى نصل إلى مرحلة أن لا نصل إلى حالة العناد واللاءات الكثيرة ولاءات النفي وعدم القبول. يجب اليوم أن نسمع من ما يطرحه الحاج هادي العامري لغرض تمكين المشهد السياسي من الخروج بأقل الخسائر. اليوم أما عملية فرض وتقزيم وتهديم للمشهد السياسي هذا لا يخدم اليوم، لا نستطيع أن ننضج وننجح مشهد سياسي بهذه العقلية. اليوم نحتاج ما سينقله الحاج هادي العامري من خلال يعني الجلوس إلى طاولة مشتركة وبحث عن خواصم مشتركة والبحث عن مخرجات لهذا المشهد والبحث عن ما يريده الطرف الآخر، وبالتالي حل حالة هذه الأمور يجب أن يكون الطرح هادئ وطرح غير يعني متشنج وغير صعب، وبالتالي حتى نعطي فرصة للأخيار وللذين يريدون أن يتدخلوا على الخط فرصة ذهبية لغرض حل حالة هذه الأزمة. أما التمسك بهذه الشروط أنا في تقديري هذه عملية يعني مفروغ منها، وبالتالي سنذهب إلى عملية العناد، وبالتالي قد يكون العناد العناد حتى الآن أو التصلب بالمواقف ومقاطعة الحوار سيد غازي ما زال مستمر من قبل التيار الصدري، لكن بالنسبة للقوى السنية تحالف سيادة وكذلك الأكراد أو الحزب الديمقراطي الكردستاني كان موجود بالاجتماع الأخير اللي جمع هذه الأطراف السياسية، وكان هناك تقارب أو توافق ما بين السيادة والديمقراطي مع قوى الإطار الشيعي على إيجاد حل هذه الأزمة بطرق قانونية ودستورية. وجود وتقارب هذه القوى التي كانت سابقا بالتحالف الثلاثي تقاربها من رؤية قوى الإطار إلى أي مدى سيحل هذه الأزمة أو سيؤثر بحلها؟ شوف يا سيدي، اليوم احنا لا نحتاج طروحات وأمنيات وتغريدات ودعوات بقدر ما نحتاج إلى فعل على الأرض. اليوم من يكون شجاعا أن يتحمل ويتصدى لحل حالة هذه وتفكيك هذه الأزمة، أما يبقى جالسا ويطر التغريدات والأمنيات والتمني هذه لا تغني ولا تسمن. اليوم يعني افترض من البيت الكردي وبشخوصه وشخصياته والبيت السني بشخوصه وشخصياته أن يشكلوا وبدا كبيرا مهما مؤثرا يذهب إلى هذا الطرف وإلى ذاك الطرف ويكون هو صاحب الحظوة وصاحب الكلمة في تأثير وتقليل هذه الفجوة، أما هو جالس في مقره وفي فومعته ويبعث الأمنيات والتمنيات أنا بتقديري هذه مضيعة للوقت وحارق للوقت. بالتالي قد يعملون على تصعيد الموقف، بالتالي تصعيد الموقف ونحتاج اليوم إلى تدخل دولي قد لا سامح الله إذا ما بقى هذا العناد، لأنه اليوم لا يعني ممكن سيد غازي عذر يعني المقاطعة هذه الحوارات أن يكونوا على قدم نفس المسافة ما بين هذا وهذا الطرف.
إذا استمر هذا التصلب بالموقف من قبل التيار الصدري وكذلك حتى من قوى الإطار الشيعي، ممكن أن تستمر هذه الاعتصامات، سيستمر يعني هذا الاعتصام عند أسوار المنطقة الخضراء المطالب بحماية الشرعية والديمقراطية وتشكيل حكومة، وكذلك قوى الإطار الشيعي كيف ستتصرف؟ عندها حل في بالها أنه تطبق بالمرحلة الحالية؟ شوف، الحل يعتمد على الفعل وردة الفعل. اليوم إذا كان الفعل من الطرف الآخر قاسي ومؤذي، لا بد أن هناك ردة فعل من الطرف الآخر. أما إذا الطرف المقابل يعني جاء إلى التهدئة بالتقدير، يعني لا بد أن الطرف الآخر يجاب هذا الطرف التهدئة أيضا. ولكن الأمور اليوم طالما هناك لحد هذه اللحظة هناك سكون وهدوء، أنا أتمنى أن يستغل هذا الهدوء والسكون لبحث عن مخرجات. أما في حالة أنت يشتد الوطيس وتشتد التصريحات والتغريدات، أنا في تقديري ستضيع الطروحات الجدية والفعالة لغرض الخروج من هذه الأزمة. طالما لا زالت هذه الأمور لا زالت في بداياتها، نحتاج اليوم إلى التهدئة وإلى العقل وإلى عدم أنا حتى في هذا المكان لا نتمنى نستخدم الجمهور والشارع لحرق هذه العملية السياسية. نحتاج اليوم إلى التهدئة والعقلنة وإلى أن نبحث عن من يستطيع أن يطفئ هذه النار وأن يستخدم هوز الإطفاء بشكل دقيق وسالم وأمين، بالتالي يبعد يعني شبح الصراع ما بين هذين البيتين أو هذين الطرفين، وبالتالي أن نجنب العراقيين هذه المآسي. أستاذ محمد، حتى الآن حوار منقطع بين الطرف الأهم أو مع الطرف الأهم واللي هو التيار الصدري، لكن أكو إمكانية لاستئناف جلسات البرلمان حتى لو في مكان آخر أو غير العاصمة بغداد؟ ويوم أمس عاد الحديث بوجود رغبة لعقد جلسة برلمانية في شمال العراق أو في جنوبه. في أي مكان من الممكن للبرلمان العراقي أن يعقد جلسته باعتباره هو برلمان لكل العراقيين، فبالتالي كل المحافظات العراقية مهيئة لعقد جلسات البرلمان، لا يحدد بمكان واحد وهو قبة البرلمان، هذا أولا. ثانيا، ما يحصل الآن في الشارع العراقي هي عملية شيطنة من قبل بعض الأصوات النشاز داخل الإعلام العراقي وبعض الشخصيات السياسية التي تحاول أن تشيطن الشارع العراقي وتدفع به باتجاه المواجهة أو المجابهة أو حتى وإن وصلت كل الأطراف يعني أكدت يعني تؤكد التزامها للسلمية وما يصير تجاوز على طرف آخر استاذ حتى وإن تجاوز علينا. هذا ما ذكره سماحة السيد الصدر وكذلك قيادة الإطار الشيعي. قد تتحدث الزعامات السياسية بحديث بينما هناك موجود في الشارع العراقي أناس تندفع عاطفيا، أناس تندفع عقائديا، أناس تندفع بلا وعي بلا شعور، لديها زعاماتها مقدسة، لديها زعاماتها مؤلهة، لديها زعاماتها لا يمكن التجاوز عليها أو الوصول إليها، وبالتالي هذه الأصوات النشاز تحاول أن تشيطن الشارع العراقي، تحاول أن تسحب الشارع العراقي هي وبعض المؤسسات الإعلامية باتجاه المواجهة، باتجاه الحرب الشيعية، وهي التي أعد لها في اليوم الأول لمواجهات داعش، في اليوم الأول التي انطلقت به فتوى الجهاد الكفائي، توجهت هذه الدعوة وهذا البرنامج وهذا المخطط لإشعال حرب شيعية نوهت عن هذا الأمر بالتحديد في نهاية عام 2014، وقلت بأن حرب داعش ستنتهي. حتى الآن أكو دفع دفع وبقوة من أجل أن تكون هناك مواجهة شيعية، لكنها لم تنجح بإيجاد هذه الحرب. هي لم تنجح ولم تنجح بالمناسبة يعني بوجود ولن تنجح بوجود شخصية المرجع الأعلى السيد السيستاني يعني حفظه الله. هذا الرجل بشيبته المباركة، بحكمته، بكلامه السديد، بما يخرج منه بالرغم من قلة ما يتحدث به لنا إلا أنها حكم نستطيع أن نستشف منها ما يهدئ الشارع العراقي، بإمكانه بعبارة واحدة أن يطفئ هذه النار ويجعل الجميع يعودون إلى بيوتهم. هذا أولا. ثانيا، أرجع بك أن تتحدث عن أنه انتخابات مبكرة أو شيء من هذا القبيل. وهناك من يدعو إلى حل البرلمان وهناك من لا يدعو، أيضا يدعو إلى حل البرلمان ولكن بعد تشكيل بطرق قانونية ودستورية. نعم، المادة 64 من الدستور هي صريحة، قالت بأنه يجب
يعني يحل البرلمان بطريقين. الطريق الأول هو أن يقدم رئيس الوزراء طلبا إلى رئيس الجمهورية، وبما أن رئيس الوزراء الحالي هو منتهي الصلاحية فلا يحق له ذلك، فهنا انتفت القضية الأولى. القضية الثانية التي من حقنا نحن كعراقيين أن نطالب البرلمان بأي حل نفسه، أن يقدم ثلث أعضاء البرلمان طلبا إلى رئاسة البرلمان لحل البرلمان، على أن يصوت على هذا الطلب بالأغلبية المطلقة. وبالتالي هنا نحن أمام مخرج قانوني واحد، هو أن يعقد البرلمان جلسته، ينتخب رئيس حكومة، هذه الحكومة تكون حكومة مؤقتة، حكومة طوارئ، المهم أنها تكون حكومة انتقالية لعام واحد أو أقل أو أكثر من عام واحد. هذه الحكومة عليها أن تطالب البرلمان بحل نفسه بعد أن يتم تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي طلبته المحكمة الاتحادية. لهذا يمكن السيد الصدر يرغب بحل البرلمان فورا دون أو قبل الغاية من إعادة الانتخابات بنفس القانون وبنفس المفوضية. نحن خرجنا بهذه الانتخابات وقلنا، واليوم التيار الصدري أيضا، الأخوة في التيار الصدري يقولون أن هذه الانتخابات كان فيها تلاعب، وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون جديد وإلى مفوضية جديدة، مفوضية تكون عارفة بقضايا الانتخابات. طيب لا مفوضية من القضاة. قانون جديد ومفوضية جديدة يجب أن يعقد البرلمان. هذا لا يتم إلا من خلال التصويت داخل قبة البرلمان، وبالتالي إذن يجب أن يعقد البرلمان جلساته، ويجب أن يشرع قانونا للانتخابات، وأن يختار مفوضية، ينتخب مفوضية جديدة للانتخابات، ويشكل حكومة لتعلن عن موعد لانتخابات مبكرة. قبل هذه الخطوات كلها، أو أهم خطوة بهذه الخطوات كلها، هو تشكيل حكومة. جلسة البرلمان أهم من كل شيء، إذا لم يجلس البرلمان لا يمكن أن تشكل حكومة. نحن الآن بحاجة إلى أن يجلس البرلمان حتى نمضي بهذه الطريقة، غير هذه الطرق الدستورية والقانونية لا يمكن لنا، يعني لا يمكن أن نذهب بالعراق باتجاه المجهول. اليوم هناك من يحاول أن يجعل العراق ذاهبا باتجاه المجهول، سائرا باتجاه ما لا يحمد عقباه، المواجهة في الشارع، الخروج إلى الشارع، التظاهرات المليونية هنا والمليونية هناك، هذه الأمور كلها تؤدي إلى زيادة الأزمة، كبر الأزمة. لا يمكن للعقدة أن تحل بهكذا أمور، لا يمكن للعقدة أن تحل بهكذا أمور. يجب أن يلجأ كلا الطرفين إلى الجلوس، يجب أن يتنازل أحدهما إلى الآخر، يجب أن يتقرب أحدهما باتجاه الآخر خطوة من أجل أن تحل الأزمة. وإلا إذا بقت الحال على ما هي عليه، لا أعتقد بأن الحكومة العراقية الحالية، حكومة تصريف الأعمال، قادرة على أن تسير أمور البلد خلال العام المقبل، لأن ليس من صلاحيتها أن تمتد أكثر من هذا الأمر، وإن امتدت فهي تمتد بمشاكل لا تحمد عقباها. للآن كل ما صرحت به هو خارج نطاق القانون وخارج نطاق الدستور، ولا تعمل وفق آلية إدارة الدولة الحقيقية. سيد غازي، أعود لك مرة أخرى، هناك رغبات ربما حتى متباينة ما بين قوى الإطار الشيعي وبقية القوى السياسية الأخرى، رغبات بعقد جلسة برلمانية في أربيل أو سليمانية أو في النجف أو في الأنبار أو أي محافظة أخرى، ومن حق البرلمان أن يعقد هكذا جلسة في أي بقعة من الأرض العراقية. لكن برأيك لو عقدت هذه الجلسة مقابل عدم رضا التيار الصدري، هل ستكون هناك مخاطر من عقدها؟ شوف، اليوم يعني المعطيات تؤشر وتوضح بشكل دقيق، طالما هناك عناد سياسي من قبل التيار الصدري على عملية تقزيم المشهد السياسي وتأخيره، في يعني هناك قد تكون هناك محاذير، يعني من الجانب الاحترازي محاذير لعقدها، ولكن هي كتحصيل حاصل هو مجلس نواب عراقي يعقد في أي أرض عراقية، يعني ما يحتاج اليوم إلا في المنطقة الخضراء، ما هو كان رئيس مجلس الوزراء يعقد الاجتماعات مالته في المحافظات، طلع من المنطقة الخضراء بدأ يعقد اجتماعات من الوزراء في المحافظات، يعني ما أشبه هذا بذاك، لماذا اليوم حرام على هذا وحلال على ذاك؟ زين. اثنين، انا اريد اوضح حقيقه يعني مهمه جدا للشارع، يعني هو الفساد والمفسدين فقط في البيت الشيعي مثلا، يعني الرؤيه هكذا تقول انه الفساد فقط في البيت الشيعي وفاسدين ومفسدين، طبعا البيت الشيعي السني والفردي مشمولين بهذا
هذا المشروع مشروع الإصلاح بس على البيت الشيعي الإصلاح، يعني المشروع الإصلاح ما هي الحكومة أكبر مشروع للفساد، الوزارات تكاكين للفساد والمنشآت تكاكين للفساد، زين لا زالت الحكومة هي مشروع للفساد، زين لماذا لا يكون هناك إيضاح وتوضيح بأن الحكومة أيضا مشمولة بالفساد؟ لماذا لا يتم توضيح بهذا الجانب حتى يستطيع المتلقي أن يفهم المصداقية والوضوح؟ لماذا فقط مجلس النواب؟ آمنت بالله مجلس النواب به فاسدين، ولكن الحكومة يعني ما بها فاسدين، لم يفسدوا، لم ولا زالت التقارير والمعطيات تؤشر هناك فساد في الوزارات وعملية صفقات كبيرة وبيع وشراء، هذا لم مشمولين بالإصلاح؟ لماذا يعطل مجلس النواب ولا تعطل الحكومة؟ طيب. لماذا؟ هذا سؤال منطقي وشرعي. سؤال آخر سيد غازي، حاليا المعتصمين وقوى الإطار عندها مرشح أو ولم يأخذ دوره سيد غازي، المعتصمون حاليا عند سوار المنطقة الخضراء يطالبون بتشكيل حكومة، الإطار الشيعي حاليا عند مرشح السيد محمد الشيعي السوداني مصر عليه حتى الآن، لكن أكو إمكانية لإيجاد مرشح تسوية حتى يقبل التيار وربما التوافق مع التيار عليه؟ بس انا ذكرت لك قبل قليل يا سيد الفاضل، اريد ان اوضح في شغله مهمه جدا، اعتراض التيار الصدري على اي جزئيه، يعني انا قلت قبل شويه يعني على شخصيه السوداني ام على الحاضنه التي امنها السوداني ام على الاطار ام على العمليه السياسيه حتى نفهم، حتى لكل وحده لها معالجات، اما اعتراض بصوره عامه وشامله على العمل هو كان جزء من العملية السياسية، لا. جزء من المشهد السياسي. طيب. يعني لماذا اليوم في هذا الظرف الملغم والصعب والقاسي أنا أطالب. طيب سيد غازي نقطة هاي الجزئية إذا تسمح لي للمقاطعة. قبل فترة ماكو حاصات. ماكو إذا تسمح لي بالمقاطعة سيد غازي. نعم. أستاذ محمد سؤال أخير. يعني يجب على كل طرف ربما كما ذكرت تقارب أو التقارب خطوة نحو الطرف الآخر. طيب هل سيكون الحل في إعادة الكتلة الصدرية إلى البرلمان؟ وهناك من أشر بأن استقالة الكتلة الصدرية كانت استقالة تكتيكية لكنها اعتبرت فيما بعد بأنها خطأ تكتيكي من قبل التيار الصدري. شوف عودة التيار الصدري أشار إليه بعض الخبراء القانونيين والدستوريين في القانون الدستوري بأنها ممكن عودتهم إلى البرلمان وفق رؤى دستورية وقانونية، هم مختصون بهذا الأمر وفق رؤى قانونية نصوص قانونية ودستورية، لديهم نصوص قانونية لإيجاد ربما إيجاد رؤية لأجل إعادتهم، لديهم نصوص قانونية ودستورية تتيح وتبيح للتيار الصدري العودة إلى العملية السياسية، العودة إلى داخل البرلمان، وبالتالي قد تكون هذه هي بداية للحل. أما أنه هناك اعتراض على شخصية أو قبول بشخصية أو هذا مرشح فلان وهذا غير مرشح فلان، أنا أستغرب من هذا الطرح حقيقة، لأنه في عام 2020 تم اختيار السيد محمد الشيعي السوداني كأفضل شخصية نزيهة في الدولة العراقية. الصدريين قالوا أنه ما عندنا مشكلة مع السيد السوداني، لكن مشكلة بآلية اختياره. آلية اختياره وإن تكون إذا كان الشخص نزيها حتى وإن كانت الآلية سيئة، نحن قد نذهب باتجاه هذه الشخصية لأنها تكون هي الأقرب وهي الأكثر قدرة على الإدارة، ولا أعتقد بأن هذا الرجل عليه ملفات أو عليه أمور قد تسيء إليه. حتى الصدريين قالوا ما عنده ملفات. إذن هو الأفضل للإدارة، الأفضل لإدارة الملف خلال هذه المرحلة. الشكر الجزيل لك الكاتب والإعلامي الأستاذ محمد الساعدي، كنت ضيفا كريما، وشكر لكم الباحث بالشأن السياسي الأستاذ غازي اللامي، كنت معنا بالصوت وصورة مباشرة من ساحة الاعتصام عند المنطقة أو أسوار المنطقة الخضراء، وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، إلى اللقاء.